هذا وأوضح مدير الفريق الفني بندر قاسم أن القمر الصناعي SGS-1 مملوك للمملكة وعلى ارتفاع 36 ألف كيلو متر عن سطح الأرض. الحقوق للقمر تكون مملوكة للمملكة العربية السعودية في هذا المدار وفي الموقع المداري المحدد اللي هو 39 الآن شرق، هو الموقع المداري الآن للقمر. للعلم ارتفاع الآن ارتفاع القمر يعتبر 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض، والمواقع المدارية محجوزة، وكل موقع مداري في مدار الثابت تعتبر محدد ولها حقوق. فحقوق المدار الآن تعتبر ملك المملكة العربية السعودية بما فيها ترددات للإرسال والاستقبال، بحيث لا يكون أي هناك أي تشويش في على 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 القمر السعودي في العالم أجمع، لأنه القمر السعودي يغطي المملكة العربية السعودية، يغطي شمال أفريقيا، وسط وشمال أفريقيا، أيضا يغطي أوروبا، فتغطية شاسعة جدا للقمر.